إذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مرة أخرى. دائما من الحريق المهول اللي اندلع قبل قليل بمنطقة الهروين بمدينة الدار البيضاء، تدخل كبير ديال رجال الوقاية المدنية وتعزيزات أمنية ديال رجال الأمن تصل في هذه الأثناء إلى مكان الحريق. كيف كتسمعوا معنا سماع ذوي انفجارات، واش هي قنينات ديال الغاز أم الأشياء التي تحترق تنفجر في هذه الأثناء؟ نتمنوا ما يكونوش إصابات بشرية في هذا الحريق، لأن الانفجارات تسمع قوية جدا. واش هي قنينات ديال الغاز أو شيء قابل للإشتعال؟ عموما رجال الوقاية المدنية حضروا بكثرة أكثر من 4 ديال الشاحنات السهريجية اللي دخلت في هذه الأثناء، وسيارات ديال الإسعاف، حضور عناصر ديال الأمن في هذه الأثناء من أجل تأمين المكان، لكن الهول ديال هذا الحريق جعل من الصعوبة على رجال الوقاية المدنية أنهم يسيطروا عليه. ما عليهم أنهم أنتم كتشوفوا كيفاش كيسابقوا الزمن وكيفاش كيتجابوا، لكن الأمور لا زالت تتطور عكس ما يريده رجال الوقاية. تدخل كبير، وقاية كثيرة، الشاحنات كثار، المياه من كل جانب، ولكن الحريق لا زال يتطور، مازال الحريق كيشد. وهذا المكان ماشي أول مرة كندلع فيه الحريق، لأن قبل سنتين برمضان نيت كانت شعلات العافية هنا مع داك 3:30 4 العشية، وبقات حتى الغدا في الصباح. اليوم هي عاوتاني شعلات دابا، هذه واحد ساعة إلا ربع تقريبا باش ندلع هذا الحريق، يعني حدود ديك 3 ديال الصباح 3:15 هو الحريق باقي مهول وباقي كيتطور. نتمنوا بانه ما يتطورش الى أسوأ مما نرى ونتابع. هانتوما دخان كثيف كيغطي السماء ديال منطقه مولاي رشيد باكملها، نظرا لخطوره وهول هذا الحريق اللي كنحاولوا ما امكن اننا ما نبينوش اللهب، لان الاداره ديال الفيسبوك كتمنع علينا اننا نبينوا الهول ديال الحريق. ثم التعزيزات ديال الوقايه المدنيه لا زالت تصل في هذه الاثناء، او شاحنه سريجيه مائيه في الطريق الى مكان الحريق. اكيد الاسباب كتبقى مجهوله ديال هذا الحريق، شكون شعلو، واش بفعل فاعل ام حريق عادي. اكيد المصالح الامنيه بمنطقه مولاي رشيد بمدينه الدار البيضاء غادي يفتحوا تحقيق معمق للوصول الى كل تفاصيل وحيثيات هذا الحريق المهول اللي اندلع قبل ساعه الا ربع من الان. انتم كتشوفوا الشاحنات السهريجيه ديال الوقايه المدنيه مازال كيوصلوا للمكان ديال الحريق، الناس خارجين مخلوعين، والانفجارات مره كتسمع. الله يحد الباس. نتمنوا ما تكونش خسائر بشريه، اما كل شيء خلف الله. المهم ما كاينش السكان تما في هذيك البلاصه اللي شاعله فيها العافيه، ما ساكنينش الناس. كيكونوا، ولكن واش هربوا ولا باقين؟ ماشي ولاد البلاد، فهمتي؟ واش هربوا ولا باقين واحدين لداخل؟ ونكذب عليك الله اعلم. يلا جايين نشوف. ونتمنوا ما يكونوش مساكن تحرقوا. الله الله الله، الخسائر الماديه راه كتعرف يخلفها الله. داكشي اللي كاين الشريف، داكشي اللي كاين. اذا انتم كتشوفوا السيده من الساكنه اللي خرجوا مخلوعين في هذا فعل هذا الحريق، كتقول بان راه كاينين الناس اللي حاضرين هذوك المستودعات ديال المتلاشيات. نتمنوا بانهم يكونوا فايقين لحظه اندلاع الحريق ويكونوا خرجوا، ما يكونوش وحلوا لداخل وتحرقوا
تما غادي تكون هذيك هي تكون الكارثه، لان الخسائر البشريه لا تعوض، اما الخسائر الماديه يخلفها الله. شاحنه اخرى ديال الوقايه المدنيه تصل من جهه اخرى، زعما العمل الكبير اللي كيقوموا به رجال الوقايه برافو عليهم، من كل جهه كيحاولوا يحاصروا هذا الحريق من اجل السيطره عليه في اقرب وقت ممكن. وهذه المحلات راه ماشي اول مره كتندلع فيهم الحريق، هذه سنتين اذا تذكروا في نفس المكان، هي كانت ديك المره اندلعت مع حوالي الساعه الرابعه او الثالثه ونصف بعد الزوال، اليوم حتى الثالثه صباح نفس التوقيت، انما النوبه الاولى بعد الزوال واليوم قبل صلاه الفجر او قبل اذان الفجر. اذا بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا مشاهدينا الكرام، حريق مهول هنا بمنطقه مولاي رشيد بالضبط بحي بالهراويين، هذا الحريق اللي اندلع داخل مستودعات ديال المواد البلاستيكيه او المتلاشيات، على الفور تدخل كبير ديال رجال الوقايه المدنيه والامن الوطني، انتم كيف كتشوفوا بمختلف تلاوينهم من اجل حمايه المكان ومن اجل السيطره على هذا الحريق المهول، اللي نتمنوا ان ما تكونش فيه خسائر بشريه، لان السيده قالت لك بان كاينين الناس اللي كيحرسوا هذاك المكان، هذوك المستودعات ديال المتلاشيات، يقدروا يكونوا اللحظه ديال اندلاع الحريق يكونوا ناعسين. كما كتشوفوا كنحاولوا ما نبينوش اللعيب، الحمد لله ملي كنشوفوا سياره ديال الاسعاف لومبيلونس، ملي كنشوفوها بانها واقفه هذا كيعني بان ما كاينش اصابات بشريه، يعني ما دات حتى شي واحد، نتمناها ما تدي حتى شي حد، لان كيف قالت السيده الخسائر الماديه تعوض ولكن الخسائر البشريه لا تعوض. حنا مقبلين على ليله 27 وعلى عيد الفطر، نتمنوا بان حتى شي حد من حتى شي مغربي ما يضيع، باش ما تيتمش فيه لا وليداتو ولا الاسر ديالو، نتمنوا بان الخسائر تختصر او تكون غير ماديه، لان الماديات كلها يقدر يعوضها الله. كما كتشوفوا واحد المنظر ديال الهلال كتخبيه كيحاول يظهر، وكتخبيه كتخبيه داك الدخان اللي كيخبيه داك الدخان اللي مندلع من اللي طالع بفعل هذا الحريق المهول اللي مندلع هنا منطقه مولاي رشيد. اليوم الاذان ديال صلاه الفجر غادي يكون مع في حدود 4:43 دقيقه، يعني بقات لنا حوالي 28 دقيقه، الناس اللي غادي يتصحوا ينوضوا يتصحوا، لان بقات 28 دقيقه على اذان الفجر، وغادي نحاولوا اننا نديروا اذان الفجر مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا الناس خارجين من المنازل ديالهم مخلوعين، اسباب الحريق لحد الساعه كتبقى مجهوله، راه حضروا رجال الشرطه التقنيه والعلميه ها هما كيغادروا، خداو صور واكيد غادي يفتحوا تحقيق لمعرفه لمعرفه الاسباب ديال هذا الحريق.
نتوما كتشوفوا الجهه الوقايه المدنيه مازال كيحاولوا كنهبطوا الكادر مزيان بحال هكا باش تبقاو تشوفوا غير الشاحنات ديال الوقايه المدنيه، لان اللهيب ممنوع علينا اننا نبينوه. انتم كتشوفوا الشاحنات وصياغه ديال الاسعاف اللي واقفين في هذه الاثناء من اجل السيطره على هذا الحرق. ما كاينينش غير من هنا، كاينين من عده جوانب. كنشعل في ديك العين في رمضان، في رمضان هذيك المره في العشيه ودابا في الصباح. كما كتسمعوا الانفجارات لا زالت تسمع، نتمنوا ما يكونش اصابات بشريه. الشاحنات ديال الوقايه المدنيه لا زالت تصل نظرا لهول وخطوره هذا الحرق. إذن الشاحنه ديال الوقايه المدنيه وصلت ودرقات اللهيب، إذن غادي نقدروا اننا نهزوا الكادر شي شويه باش تشوفوا ما يقع بطريقه اوضح. انتم كتشوفوا عدد كبير من الشاحنات السهريجيه اللي كتسيطر كتحاول انها سيطر على الحريق المهول في هاد المستودعات ديال المتلاشيات وديال كيف ما سمعنا ديال العجلات المطاطيه القديمه اللي كتلاح كيجمعوها كيجيبوها هنا شنو كيديروا بها الله اعلم، كتبقى هنا حتى كيشعل فيها العافيه. سي مروان ماس قال لك اشنو واقع؟ حريق مهول بمنطقه الهراويين بعمله مولاي رشيد في هذا الاثناء وتدخل عاجل ديال رجال الوقايه المدنيه. السلام عليكم الشريف، كتسكن هنا؟ تعاود لنا شنو وقع؟ هاك الصحافه شنو وقع هنايا؟ كيفاش شعلت هذه العافيه وشنو السبب ديالها الا كنت كتعرف؟ شي بوط. طيب شي بوط شي تفضل الشريف عاود لنا. شي بوط هي اللي هذا الحال. لا شي انا ما حاضرش من الديبار هذا. من يجيب لي كشاله مربيق قال بوط. هذيك البلاصه اللي شاعله فيها شنو هي هذيك؟ هذاك مولا ساكن تما، ولكن ما كاينش السكان، هذاك المستودع ديال البلاستيك وديال المتلاشيات. ساكن واحد تما وكاين واحد ساكن تما وخرج هو لا خرج كلش خرج ما كاينش الحمد لله ما كاينش الموت لداخل. ما كاينش الموت الحمد لله. وشنو في نظرك شنو السبب هذه المره الثانيه اللي كتشعل في نفس المكان؟ المره الثانيه ديال قول لي 20 ياك من كاع من بلادي حنا هنا وهي كتشعل. وشنو السبب ديالو؟ شنو السبب ديالو؟ خلي شي بوط يخلي شي لعيبه هذيك وكتشد في ذاك البلاستيك اللي كاين تما. اه هو السبب. هو السبب. شكرا. الله. شكرا. الناس تما ضاعوا مسافر. ياك شحال كتقدر الخسائر تقريبا؟ بزاف. هاد المحل دابا المحل فيه واحد 20 وصافي. 20 مليون؟ بحال هو 20 ولا 15 مليون قليل. اللي غادي تكون ضاعت. بحال السير مول. ما داكشي ما يقدرش تصير. ومول المحل ما دايرش تأمين ما مأمنش ما يكونش مأمن. ما يأمنوش. ما يأمنوش. عايش الحياة معمر ما يأمنوش. والله يجعل مولانا يعوضو. شنو هما دوك المتلاشيات؟ شنو هما بلاستيك ديالاش؟ جميع المتلاشيات جميع البلاستيك. كيقول لك حتى ذاك البنوات القدام لا؟ لا. ما كيكونش هذا. شنو كاين؟ كون كان هكشي غادي يخلي شي واحد يدور هنا. بحال دابا البي بي سي كاين بولي برو كاين لاهوت كله فاش خدام. يعني كاين اللي داير على في رايك. وشحال من محل مجموع تما شحال اللي واحد 56 محل اللي تحرقوا دابا؟ لا تحرقوا جوج. جوج؟
هما اللي شادين فيهم، ولكن التدخل ديال الوقايه المدنيه الحمد لله هو اللي ياك الحمد لله. التدخل ديالهم العاجل خلاش العافيه تزيد الحمد لله. خلاص يلاه يلاه بدا تدخلوا، كانوا حاضر الله يرحم لهم الوالدين. امين امين. صراحه ماشي الامن صحيح الجميع وكل شيء من الامن من اي حاجه مأمنه ما فيش. الحمد لله الحمد لله. شكرا سيدي شكرا الله يكبر بك شكرا. اذا كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام، واحد من الساكنه ديال المنطقه كيقول بان الحريق اندلع بجوج ديال المحلات من بين 56 محلات اللي كيديروا او كيحتفظوا بالمتلاشيات البلاستيكيه، وعلى الفور كيقول بان رجال الوقايه المدنيه مع اندلاع ديالها حضروا رجال الوقايه المدنيه وحضروا رجال الامن الوطني. كيشكرهم كيف تابعتوا مباشره على قناه الشعب قناه شوف تيفي. بالفعل حضور ديال الامن الوطني، كانوا عناصر ديال الشرطه التقنيه والعلميه قاموا بالواجب ديالهم وغادوا. حضور عدد كبير ديال رجال الوقايه المدنيه اللي كيحاولوا في هذا الاثناء يسيطروا على هذا الحريق، اللي نتمنوا ما يكونش كيف قال بان ما فيش خسائر بشريه، والحمد لله ما تكونش شي خسائر بشريه اما الماديه كيف كنقولوا كل شيء يتعوض. إذا مرة أخرى نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر، نبقى فايقين معكم، بقوا فايقين معنا مشاهدينا.